السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. والوصول إلى نقطة التلاقي ونقطة الحدود العراقية السورية. قوات الحشد الشعبي العراقي تصل إلى الحدود مع سوريا والعبادي في الموصل لمتابعة عمليات التحرير. الجيش السوري يتقدم في عمق بادية دمشق حمص حما ويوسع سيطرته في ريف حلب الشرقي. الشرطة المغربية تعتقل ناصر زفزافي زعيم احتجاجات الحسيم المطلبي. أما نقل النواب لسيداتي سادتي حضرات النقباء، هذا الأمر مرفوض أصلا شكلا وأساسا. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن رفضه التقسيم المقنع من خلال نقل مقاعد نيابية على أساس طائفي. مرحبا بكم. حققت قوات الحشد الشعبي العراقي تقدما على داعش ووصلت إلى الحدود السورية الشمالية الشرقية. قوات الحشد تمركزت في مجريس على الحدود مع سوريا. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري قال إن هذه القوات ستبدأ غدا تمشيط الحدود من القرية وصولا إلى معبر القائم في الأنبار. الحشد حرر أيضا قريتي وادي الميدار وتارو غرب الموصل. بعد أن تقدمت قوات الحشد الشعبي صوب قرية تارة وحررتها وصلت إلى قرية أم الذيبان ثم إلى قرية مجريس. الآن إذا أمكن زميلي المصور، القوات الآن تتمركز في هذه القرية الحدودية وهي قرية أم مجريس. القوات عندما وصلتها كانت هذه القرية أيضا في محيطها هنالك قوات النوادر وهي تابعة للحشد الشعبي من عشائر شمر، نقطة استراتيجية كما يصفها قادة الحشد الشعبي لاعتبارها قريبة جدا من الحدود السورية وهي نقطة البداية للوصول إلى الحدود. العملية كانت سريعة بحسب القيادات وكانت أيضا خاطفة لاعتبار أنها التفت على العديد من القرى واختارت طرقا قطعت من خلالها أوصال المناطق التي يستخدمها داعش للإعاقة والعرقلة، وهذه المعركة التي توصف بالأهم في رحلة قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية باتجاه الغرب. الأهم في هذه المعركة دينا هو مسك الحدود ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش. نقطة جريس تحتاج إلى أن تتوسع القوات شرقا بامتداد الحدود والقوات في حالة تأهب واستعداد لتوسيع هذه الرقعة، لكن الوصول عند هذه النقطة أعلن أن القوات قد وصلت الحدود. العملية ستستمر وفق القيادات الميدانية، العملية ستستمر بمسك الحدود والتمدد مع على طول الحدود الفاصلة ما بين الأراضي العراقية السورية عند محافظة نينوى وعند محافظة الأنبار. داعش بات يترك كل النقاط التي يسيطر عليها لا سيما القرى التي يتخذ منها خطوط دفاعية ويلجأ إلى المدن. بقيت نقطة واحدة وهي البعاج، لكن البعاج ستفقد أهميتها ومكانتها بالنسبة لتنظيم داعش. أيضا البعاج هو مطوق من الجبهة الجنوبية، هنالك خط صد تقيمه قوات الحشد الشعبي وفي الجبهة الشرقية، وبالتالي لا يمكن لتنظيم داعش المناورة أو التنقل في هذه الجبهة صوب المناطق المحررة الأخرى. وعندما يتم التمدد مع الحدود سيفقد البعاج أهميته، بالإضافة إلى قطع كافة الطرق الاستراتيجية التي كان يستخدمها تنظيم داعش للمرور صوب القيروان والقحطانية والعدنانية، قطعت جميع الطرق. لذلك عناصر داعش الذين بقوا في داخل البعاج الآن يعني التغطية الجوية العراقية على الحدود، الطيران المروحي العراقي الآن يجوب سماء هذه المنطقة على الحدود العراقية السورية بعد وصول القوات إلى هذه المنطقة. أيضا كان دور للطيران المروحي العراقي باستهداف كل تحركات تنظيم داعش وسياراته المفخخة عند هذه المنطقة. نتحدث عن البعاج دينا، البعاج ما زال يعني يتمتع بخط تواصل ما بين العراق والأراضي السورية حتى اللحظة. وقد وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس نداء هنأ فيه قوات الحشد الشعبي على إنجازها. مبارك لكم مرة أخرى هذا النصر الكبير وهو الوصول إلى نقطة التلاقي ونقطة الحدود العراقية السورية، آملين إن شاء الله أن نستمر في تطهير كل الحدود العراقية مع تنظيم داعش وإنهاء هذا التنظيم من أرض العراق.
هذا النصر لم يكن ليتحقق لولا جهودكم، دماء الشهداء، الجرحى، كرم الناس، كرم العوائل، دعاء الناس، دعاء مرجعيتنا الرشيدة. ولكن كيف وصلت قوات الحشد الشعبي للحدود العراقية السورية وما هي الخطوات المقبلة؟ نطلع على ذلك في هذا العرض للزميل عبد الرحمن عز الدين. أهلا بكم مشاهدينا. تقدم خاطف حققه الحشد الشعبي بوصوله إلى الحدود العراقية السورية، وبالتوازي اقتربت القوات العراقية من تحرير الموصل بالكامل. وصول الحشد إلى الحدود جاء بعد إعلانه تحرير قرية تارو. وبحسب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، فإن القوات تمركزت في منطقة أم جريص على الحدود السورية العراقية. الحشد كان قد مهد للوصول إلى الحدود بالسيطرة على ناحية القحطانية في إطار عملياته لتحرير قضاء البعاج المحاذي للحدود السورية، وحرر عددا من القرى في منطقة جبل سنجار، وهي لملحات ورفيع وقبة الوهبي والحاتمية والقابوسية. قرية كوجو كانت من أبرز القرى المحررة، وهي القرية التي شهدت عام 2014 اختطاف عناصر داعش لمئات النساء الأيزيديات. الحشد أعلن أيضا تحرير مجمع الجزيرة السكني غربي القحطانية، حيث قتل 19 عنصرا من داعش. بعد وصولها إلى الحدود ستبدأ قوات الحشد عملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقا من أم جريص باتجاه قضاء القائم بحسب ما أعلن العامري. أما على مستوى الهجوم داخل قضاء البعاج، فيتوقع أن تتوجه قوات الحشد نحو ناحية البعاج التي تعد أبرز معاقل داعش في المنطقة، والوصول إليها يحتاج إلى تحرير قرى قبر هاجر، تل دويش وعرنة. أما على جبهة الأحياء القديمة في الموصل، فتواصل قوات الشرطة الاتحادية تضييق الخناق على مقاتلي داعش، حيث سيطرت على مواقع حيوية في حي الزنجيلي وباتت تطوق عناصر داعش في مساحة ضيقة جدا. على الضفة الثانية من الحدود يواصل الجيش السوري تثبيت نقاطه على جبهة طريق التنف في المناطق التي حررها شمال مثلث ظاظا امتدادا نحو الشمال إلى مشارف تدمر. التقدم السريع أزعج قوات التحالف الدولي التي تسعى إلى عرقلة وصول القوات السورية إلى الحدود العراقية، وقد تحدثت مواقع مقربة من فصيل مغاوير الثورة الذي تديره القوات الأمريكية وتدربه في قاعدة التنف عن إلقاء طائرات التحالف مناشير فوق مناطق تقدم قوات الجيش وحلفائه في منطقة استراحة الشحيمي، تطالبهم فيها بالانسحاب نحو منطقة السبع بيار. وعبر الهاتف ينضم إلينا من تل عفر غرب الموصل القيادي في الحشد الشعبي سيد كريم النوري. مرحبا بكم سيد النوري. إذا هو إنجاز مهم في البعد العسكري والميداني، ما الذي يعنيه هذا الإنجاز؟ نعم، تحية لك ولمشاهدي قناة الميادين الفضائية. اليوم منعطف كبير في طبيعة العمليات مع داعش، انتقلت من داخل المدن العراقية وتهديد المدن العراقية للحدود إلى الصحراء. اليوم الوصول إلى الحدود السورية مقربة 10 كيلومترات إلى تل بيبان، يعني أننا بدأنا باستدراج أو نقل المعركة إلى الحدود، وبالتالي سنكون على مقربة من الحدود السورية العراقية. وكما أكد القائد هادي العامري بأننا مستعدون للدخول داخل سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية، باعتبار أن المعركة مع داعش معركة عالمية أممية دولية. نعم. اليوم المعركة أصبح داعش من الماضي، أصبح لا يشكل خطر علينا، فقد زمام المبادرة والسيطرة، نحن من يتحكم في الأرض. اليوم المعركة في الصحراء أو في الحدود السورية العراقية، بمعنى أننا نعري داعش من التحصين العمراني أي مناطق الاختفاء، وبالتالي قيادة داعش بدلا من أن توجه عناصرها بدأت تلوذ أو تبحث عن ملاذ آمن في الصحراء، ولكن سنطارد هذه القيادات القذرة وننهي خطر داعش من العراق. رسالة للعالم أن داعش قلنا لكم سيزحف عليكم إذا لم تقف معنا، واليوم حقيقة نحن نيابة عن العالم كله نحن من يلقن داعش الدرس الكبير. نعم سيد النوري، تقولون أنه منعطف مهم وفي استعداد لديكم لقتال تنظيم داعش داخل الحدود السورية، ربما هذا الإنجاز يؤسس أو يساعد لتطبيق ذلك طالما الحرب يعني أوسع من الحرب في العراق على تنظيم داعش. كيف وما الذي يحول هذا الاستعداد إلى عمل داخل الأراضي السورية؟ نعم سؤال مهم، وكما تعلمين
طبيعة الحدود هي كبيرة، تمتد الحدود الشمالية الغربية، تمتد حتى طرابيل باتجاه الحدود السورية حتى سوريا الذي يقابل بعاكية حسكة. نحن الآن وفرنا أريحية للجيش العربي السوري للتقدم باتجاه هذه حقيقة العصابات تطبيقها على الحدود السورية العراقية. نحن لدينا القدرة، لدينا قدرة احتياطية من القدرات البشرية والقدرات الإمكانية وتفوق جوي، والآن نحن الآن نتقدم بوضع خطط الآن على مستوى الحدود. اليوم المعركة مع داعش أنا أستطيع أن أقول مبكرا قد تم حسمها، وذلك الانتقال إلى الحدود السورية العراقية. يعني أن داعش بدأ يتخبط، بدأ يلقط أنفاسه الأخيرة. أما بقية المناطق الجنوب في الحويجة أو الرانة أو عانة في الأنبار أو في جنوب كركوك مثل الحويجة هي قضية مسألة وقت. نحن الآن من يتحكم في خريطة المعركة يختار الزمان والمكان المناسبين. وبهذا وطالما تحدثت عن العمليات في الجانب الآخر ضد تنظيم داعش في سوريا، تقدمكم يستدعي حكما التواصل مع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري وحلفائه؟ بالتأكيد. نحن الآن عندما تكون مواجهة داعش عالمية دولية، فنحن ننسق من خلال القائد العام للقوات المسلحة مع الحكومة السورية، وبالتالي لا يحق لأحد أن يمنعنا من التحرك في هذه المساحات لمواجهة داعش. أمريكا تعبر الحدود والقارات والبحيرات بحجة الدفاع عن أمنها القومي، أما نحن من حقنا أن ندافع عن أمننا القومي. نعم. ونواجه داعش أينما يذهب، ولكن بالتنسيق مع الحكومة السورية. القيادي في الحشد الشعبي سيد كريم النوري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تل عفر غرب الموصل. في الموصل نبقى، حيث وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث التقى قادة في الحشد الشعبي على رأسهم أبو مهدي المهندس، وجرى بحث معارك غرب الموصل. هذا فيما أعلنت القوات العراقية تحرير المجمع الطبي غرب المدينة ومستشفيات البتول والجمهوري والوفاء، كما أعلنت الدفع بقوات إضافية باتجاه حي الصحة بالتنسيق مع القوات الجوية. هذا وقد أفاد مراسل الميادين بخطف تنظيم داعش لعدد من العائلات في الشفاء وحي الشيخ فتحي في المدينة. العدو بدأ ينهار أمام قطاعاتنا وينسحب للمدينة القديمة للاستفادة من طبيعة المنطقة اللي موجودة بالمدينة القديمة، يستتر بين الأزقة والحواري، وكذلك يستخدم الأهالي والمواطنين كدروع بشرية، فحجزهم بالمدينة القديمة، فبدأ ينزح للمدينة القديمة حتى يحمي نفسه. وحقيقة هو واهم في ذلك، يتصور هو بالنسبة له راح من يتواجد بالمدينة القديمة. احنا بالنسبة لنا عندنا أساليبنا وعندنا خططنا، إن شاء الله ننهي هذه الصفحة خلال هاي الفترة القليلة. من ثلاثة محاور وعند ثلاثة أحياء تقاتل القوات العراقية للوصول لنقطة واحدة، حيث الموصل القديمة آخر فصول تحرير الموصل. عند الجناح الشمالي الشرقي يتحرك الجيش بمحاذاة نهر دجلة لاستعادة المجموعة الطبية في الشفاء. يقابله جناح جهاز مكافحة الإرهاب بعدما سيطر عسكريا على حي الصحة الأولى، وبينهما جناح فرقة الرد السريع وألوية الشرطة الاتحادية، والمهمة الأبرز في استعادة الزنجي قلب الموصل ورئة داعش التي أغلقت بين الموصل القديمة وشمالها. عند ضفاف دجلة فقد داعش مخازن سلاحه بفعل الطائرات المسيرة للشرطة الاتحادية، ولا تهدأ مدفعية الميدان في استهداف مقرات القيادة والسيطرة عند باب سنجار، وبينهما يتسلل مقاتل النخبة والمغاوير لإبقاء حزام النار شمال المدينة القديمة متصلا بالحزام الجنوبي، رغم محاولات داعش فتح ثغرة صوب الجسر الثالث كآخر محاولات فك الحصار عن مسلحيه المحليين في المدينة القديمة. عبد الله بدران إبراهيم جزيني من الموصل، الميادين. يأتي ذلك فيما استمر نزوح العائلات تحت نيران من تنظيم داعش إلى المناطق المحررة في الموصل وسط معاناة للنساء والأطفال. القوات العراقية استقبلت النازحين ونقلتهم إلى أماكن عامة. ايش بيه هذا؟ ايش بيه؟ والله الطفل مش مصوب في راسه شظية. لازم
حبيبي. رواق ولا واحد. ابعد شوي عشان ناخذ كلنا. بس ايدك. الحمد لله على سلامتكم. شو اسم المنطقه هاي؟ وين بيتكم انتم بالضبط؟ اي انا بي هذا الفرح بالاخير على اليسار. هاي ابطال جهاز مكافحه الارهاب فوج الموصل. ينقذون العوائل ويعالجون الجرحى الذي تسبب داعش. تقدمنا اليوم تقدم كل الزين ونقذنا العوائل ووقف عليهم اطلاقات من العدو وان شاء الله التقدم مستمر. يعني الدواعش حاولوا يقتلون المدنيين اللي يهجمون عليهم. حاولوا يقتلون المدنيين ويرمون عليهم اطلاقات ناريه والحمد لله والشكر مسيطرين على العدو. انتم نقذتوا هاي العوائل؟ نقذتوا هاي العوائل نقذنا هاي العوائل وهي كلها سحبنا هاي العوائل. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك حبيب قلبي. السلام. على سلامتكم. نقعدوني. ومن الساحل الايمن لمدينه الموصل ينضم الينا مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، اذا رئيس الحكومه العراقيه حيدر العبادي يصل الموصل لتفقد العمليات، لو تضعنا في صوره تفاصيل هذه الزياره. نعم رامي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالفعل هو ابتدأ هذه الزيارة بلقاء قيادات الحشد الشعبي في مقر قيادة الحشد غرب مدينة الموصل، على رأسها نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وعدد من قيادات الحشد الشعبي، طبعا يرافقه معاون رئيس طيران الجيش في هذه الجولة ضمن قاطع عمليات الجيش العراقي وطيران الجيش العراقي الذي يؤمن غطاء جوي لجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، وكذلك اشترك بعمليات الوصول حتى الحدود العراقية السورية. بعد ذلك طبعا بحث العمليات ووصول القوات العراقية إلى أم جريس عند الحدود العراقية السورية، اطلع أيضا وفق معلومات الميادين على وضع العمليات المقبلة وعملية الانتشار وتوزيع المهام ما بين قوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين اشتركوا بعمليات التحرير ووصلوا الحدود العراقية السورية. عند ذلك انتقل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مقر قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العذبة جنوب مدينة الموصل، يتوقع يعقد اجتماع مع قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الغني الأسدي وقيادات العمليات الخاصة الأولى والثالثة. عندها ينتقل رئيس الوزراء وفق معلومات الميادين وما يتضمنه جدول أعمال الزيارة إلى مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية. مجمل الزيارة يتضمن المحاور الرئيسية الثلاثة التي تشترك بعمليات قلب مدينة الموصل وعمليات الحشد الشعبي في غربها، مضافة لذلك هي رسالة تحمل عدة رسائل رامية في الداخل العراقي. عملية الحشد الشعبي اليوم التي نفذت ووصلت معها القوات حتى الحدود السورية، وكذلك الانتشار جنوبا وشمالا باتجاه القائم بمحافظة الأنبار وبالاتجاه الشمالي لقطع خطوط امداد داعش، وإضافة المزيد من المنجز لقوات الحشد الشعبي في هذه العمليات التي وصلت من خلالها إلى عمق بادية نينوى وتمكنت ليس فقط من الوصول للحدود العراقية السورية وإنما من عزل البعاج بشكل يمنع فيه على داعش الخروج من البعاج باتجاه الأراضي العراقية خارج البعاج شرقا أو شمالا أو جنوبا، على اعتبار إحاطة حزام ناري لقوات الحشد الشعبي وألوية الحشد الشعبي المشتركة بهذه العمليات، ما يعني أن داعش عمليا وعسكريا قد سقط في البعاج وهو في مرحلة الاستنزاف بعد القطع الذي تم كحذوة حصان نفذتها قوات الحشد الشعبي. مضافا لذلك يتوقع أن يتم الربط ما بين الوصول للحدود العراقية السورية من محافظة نينوى مع الوصول للحدود العراقية السورية من محافظة الأنبار تحديدا من أعالي الفرات، خصوصا أن هناك عمليات تخوضها قيادة قوات الجزيرة والبادية مع الفرقة السابعة في الجيش العراقي وأبناء العشائر في عمليات مشابهة لعمليات عشائر أشمر وطي وربيع المشتركة مع قيادة قوات الحشد الشعبي في غرب مدينة الموصل. جولة ميدانية عدة رسائل حملت طبعا بضمنها قطع الطريق باكرا على أي محاولات إثارة، مضافا لذلك ما تحقق اليوم على يد قوات الحشد الشعبي ضربة تلقاها داعش عسكريا، ورمزية هذه الحركة الميدانية لقوات الحشد الشعبي على اعتبار أن التنظيم عمليا لم يعد لديه إمكانية العبور من الأراضي العراقية السورية على الأقل من جنوب تل عفر، ربما لديه مناورات أو مشاغلة. تأمن مع وصول قوات الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية القيروان، عمليا لا يمكن لداعش أن يشن هجوما على الحضر، وبالتالي سقطت المنطقة التي يحاول داعش الوصول إليها والتي تمثل حدود شمال محافظة الأنبار بجنوب نينوى. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. في سوريا، يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في البادية في أوسع
هجوم ضد تنظيم داعش منذ تحرير تدمر، وقد أدى الهجوم حتى الآن لربط ريفي دمشق وحمص بمدينة تدمر وتأمين حماية لمطار السين بريف دمشق وحقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات بريف حمص، إضافة إلى تأمين نطاق حماية أوسع لمدينة السلمية بريف حما الشرقي. ويواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم من 3 محاور بدءا من السويداء باتجاه ريف دمشق لتتلاقى مع المجموعات المتقدمة من ريف حمص الجنوبي، وتتجه القوات السورية أيضا من الريف الشرقي لحلب صوب مدينة مسكنة بين حلب والرقة. الجيش السوري وسع سيطرته أيضا في ريف حلب الشرقي وحرر قرى عدة أبرزها الصالحية ومسكنة والسكرية الشرقية وخان الشعر خربة السودة والحر الحمراوي، وأدت العمليات إلى مقتل وإصابة أكثر من 2000 مسلح من داعش، كما أدت إلى تدمير العشرات من آليات التنظيم. وفي ظل التقدم السريع الذي يحرزه الجيش السوري وحلفائه في ريف حلب الشرقي، يحاول تنظيم داعش شن هجمات مستهدفا طريق بلدة خناصر لإعاقة تقدم الجيش. من حماة إلى حلب الطريق يجب أن يبقى سالكا، هذا ما يسعى ناصر قوات الجيش السوري وحلفائه المكلفين بحماية الطريق إلى إثباته والعمل عليه. الطريق هو الشريان الوحيد إلى حلب، سعى تنظيم داعش وجبهة النصرة إلى محاولة قطعه والسيطرة عليه مرارا خلال الأشهر الماضية من خلال عشرات الهجمات التي باءت بالفشل. مع تقدم الجيش السوري في الريف الشرقي لحلب، سعى التنظيم في الفترة الأخيرة لإحداث خرق على هذا الطريق وإشغال عناصر قوات الجيش السوري. تنظيم داعش بالاتجاه الشرقي بيحاول عدة محاولات، وبالفترة الأخيرة بالشهر الأخير حاول حوالي 6 محاولات لقطع الطريق، وآخر مرة كان في مراغة. تقدم الجيش السوري في ريف حلب الشرقي شكل عامل ضغط على تنظيم داعش ووسع طوق الحماية على الطريق، ومع ذلك يسعى التنظيم لشن هجمات عبر مجموعات صغيرة تحاول التسلل في مسعى لإرباك خط إمداد الجيش السوري الرئيسي. الأمر عينه تقوم به جبهة النصرة من جهة الغرب وإن بوتيرة أخف. العملية العسكرية في الريف الشرقي ستؤدي بانعكاسات إيجابية ومكتسبات عسكرية واستراتيجية على كامل الطريق الممتد والذي يؤمن طرق الإمداد إلى مدينة حلب. انهيار التنظيم شرقا سينهي تهديدات تنظيم داعش بقطع طريق أثرية خناصر حلب نهائيا، وسيؤمن بلدتي خناصر وأثرية على نحو كامل، وسيزيد من رقعة سيطرة الجيش السوري شرقا. عثر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المدعومون من التحالف الأمريكي عثروا على مقبرة جماعية في منطقة صحراوية شرقية مدينة الطبقة دفن فيها تنظيم داعش المئات من ضحاياه بحسب وكالة الفرات. الوكالة أوضحت أن مسلحي التنظيم دفنوا في هذه المقبرة جثث جنود سوريين وموظفين حكوميين كانوا قد قتلوهم بعد الاستيلاء على المدينة في أغسطس عام 2014، مؤكدة أن داعش قطع رؤوس معظم الضحايا. وإلى محيط العاصمة السورية، حيث خرجت آخر دفعة من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للتسوية من حي برزة باتجاه إدلب. الدفعة الأخيرة الخارجة شملت 1000 شخص بينهم نحو 450 مسلحا، وبخروجهم من برزة يعود الحي بكامله إلى كنف الدولة السورية. وإلى باريس وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الأخير قال إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا سيدفع فرنسا إلى الرد، وأضاف بأن الأولوية هي لمحاربة الإرهاب والحل السياسي. ماكرون قال إنه يجب الحفاظ على الدولة السورية خلال البحث في الحل السياسي والتوصل إلى المرحلة الانتقالية، كما أن فرنسا تريد تعزيز تحالفها مع روسيا. بوتين قال من جهته بأنه جرى الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل لمناقشة مسائل مكافحة الإرهاب. في القاهرة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيري خارجية ودفاع روسيا سيرجي لافروف وسيرجي شويغو الوفد الروسي المرافق، وقد سبق هذا اللقاء اجتماع بين لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري بحثا وقد بحث فيه الأوضاع في سوريا ومكافحة الإرهاب، كما شمل البحث العلاقات الثنائية واستئناف موسكو لرحلاتها إلى مصر بعد تعليقها إثر سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
سياسيا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال أن اتفاق أستانا أبرم بضمانة 3 دول لتطبيق وقف إطلاق النار، مؤكدا استعداد إيران لإفاد قوات للإشراف على وقف النار في مناطق خفض التصعيد في سوريا. المحادثات مستمرة وهناك اتصالات بين خبراء الدول الضامنة حول مناطق خفض التوتر، وإن كان هناك ضرورة لقيام هذه الدول ووفقا لالتزاماتها بإفاد قوات إلى هناك للإشراف على وقف النار، نحن جاهزون في هذا الخصوص في حال تم التوصل إلى تفاهم وخارطة طريق لإنجاز هذا الأمر وتقديم الدعم قدر الإمكان لتعزيز وقف النار. في تطورات محاربة داعش في ليبيا، وسع سلاح الجو المصري والليبي دائرة العمليات في البلاد، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على سرايا الدفاع عن بني غازي وتنظيم داعش في منطقة الجفرة وسط ليبيا. رئاسة أركان القوات الجوية في الجيش الليبي أكدت أن القصف طاول منشآت ومقر ومخازن أسلحة للجماعات المسلحة. دلول حديدة. قد يحلق هذا السلاح الجوي باتجاه ما تشاءه الإرادة المصرية في سماء ليبيا تحت غطاء محاربة الإرهاب والحفاظ على حدود مصر. الخطوة المصرية الثانية في ظرف نحو 3 سنوات ترتكز على الدعامة نفسها، ضرب داعش المترصد للمصريين والمسيحيين منهم على وجه الخصوص. ففي فبراير شباط عام 2015 شنت مصر غارات على منطقة درنة انتقاما لذبح تنظيم داعش 21 قبطيا في سرت وسط ليبيا. واليوم يأتي الرد المصري على تفجير حافلة تقل أقباطا في محافظة مينيا، ولو أنها لم تكن في الجغرافيا الليبية إلا أن السلطات المصرية تأكدت أن تنظيم داعش في ليبيا المجاورة هو المسؤول عنها. هذه المرة لن تكتفي مصر بالضرب مرة واحدة، هي تقول إن عملياتها متواصلة من دون تحديد سقف زمني لها، ما دام السقف السياسي والأمني والعسكري لليبيا مخترقا بالأساس منذ زوال النظام السابق. استنكار المجلس الرئاسي الليبي للضربة المصرية لم يتجاوز صداه القاعدة البحرية بوستة على سواحل العاصمة طرابلس، فيما الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يعلن تنسيقه الضربات مع القيادة الجوية في مصر. هي بجهة التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت مراكز معسكرات أساسية واستهدفت مخازن ذخيرة واستهدفت مواقع عمليات في غرب مدينة درنة. مصدر عسكري قال إن غارات جوية جديدة استهدفت 3 مواقع في مدينة درنة شرقا وضواحيها، حيث يتمركز مجلس شورى مجاهدي درنة. لا تنوي القوات المصرية الوقوف عند المدن المتخمة لحدودها، فقد امتدت في 3 يوم إلى الوسط الليبي حيث مدينة الجفرة لضرب سرايا الدفاع عن بنغازي التي تلقت سابقا ضربات عديدة من القوات التابعة للمجلس الرئاسي. الجفرة في الخريطة العسكرية الليبية هي حاضنة 2 أهم قاعدة جوية في البلاد بعد قاعدة تمنهند في سبها جنوبا، وليس بسيطا أن تضرب طائرات الرافال قرب محيطها. مصر ترى في العملية دفاعا شرعيا عن النفس وفق تصريحات وزير الخارجية سامح شكري الذي أكد أن بلاده ستدافع عن أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة. الحل المصري المفتوح على مصراعيه دفع الدول القريبة إلى تعزيز قبضتها الأمنية على الحدود، الأمر يتطلب بحثا بين دول الجوار دعت إليه الجزائر مطلع يونيو حزيران المقبل. هذا ويجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يومي 5 و6 من حزيران يونيو المقبل في الجزائر العاصمة لبحث الأزمة الليبية. الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف قال إن الوزراء يجتمعون لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني. فاصل قصير ونستأنف من بعده السابعة. أهلا بكم من جديد في 7 من الميادين والتي نستألفها من المغرب، حيث أوقفت الشرطة اليوم ناصر زفزافي زعيم الحراك الشعبي الذي تشهده مدينة الحسيمة شمال البلاد منذ أكثر من 6 أشهر. زفزافي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة بتهمة تهجمه على إمام مسجد، وكان 100 من الأشخاص قد تظاهروا لليوم الثالث في الحسيمة. إيسان طرف. سلمية سلمية، الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل، حكومة فاسدة وكلنا زفزافي، شعارات صدحت بها حناجر المحتجين الذين تظاهروا لليوم الثالث على التوالي في الساحة الكبرى وسط الحسيمة شمال المغرب.
ناشطو الحسيمة طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين رافعين شعارات مطالبة بوقف الملاحقات. الشباب الغاضب من اعتقال ناشطي حراك الريف أكدوا مواصلة الخروج إلى الشارع حتى تلبية المطالب، وأن الاعتقالات لن تجعلهم يتراجعون إلى الوراء، متهمين السلطة بتسخير من وصفوهم بالبلطجية لإيهام الرأي العام أن المتظاهرين يهددون الأمن. ولفت المحتجون إلى أن ما يحدث هو مجرد مسرحية مكشوفة. من جهتها فرضت القوات الأمنية طوقا وحظرت التظاهرات بعد صدامات بينها وبين المحتجين استخدمت فيها أساليب العنف لتفريق المتظاهرين من دون وقوع أي إصابات. شباب الحراك ابتعدوا عن ساحة الشهداء التي احتضنت تظاهراتهم طيلة 7 أشهر، وتوجهوا نحو حي سيدي عابد القريب من وسط المدينة، في حين تجمع آخرون في باريو. وقد شهدت مناطق عديدة من الريف ومدن أخرى خروج متضامنين مع حراك الحسيمة في مسيرات ووقفات طالت العاصمة المغربية الرباط والدار البيضاء وطنجة والنظور، إضافة إلى مدن أخرى كثيرة. مثل رجل الأعمال التونسي شفيق جرايا أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية للاستماع إلى شهادته بشأن التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بالخيانة والاعتداء على أمن الدولة. الجلسة جرت وسط تكتم وسرية. سميح البغاني. في أجواء من التكتم والسرية بدأت أولى جلسات التحقيق مع رجل الأعمال شفيق جرايا الذي يعرف بحضوره القوي في المشهد السياسي وبقربه أيضا من صناع القرار. قضية تشغل الرأي العام التونسي وتتعلق بأمن الدولة. تهم خطيرة، هي خطيرة، تنقول اللي ديما المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، فهمت، وفي محاكمة علنية. التسريبات الأولية تكشف أن شفيق جرايا كان محل مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، لافتة إلى أن عملية إيقافه تأتي على خلفية معطيات استخبارية تفيد بأنه غادر البلاد لدواع صحية ظاهرا، ولكن الهدف الفعلي كان إجراء لقاء سري في سويسرا مع زعيم فجر ليبيا عبد الحكيم بالحاجة. باعتقادي أن مثل هكذا تورط بهذا الحجم في الملف الليبي والتورط مع جماعات إرهابية جعل من الحكومة التونسية وبتعاون مع أطراف دولية، لأن هذا الاجتماع الذي جرى في جنيف لم يكن بعيدا عن أعين الكثير من أجهزة المخابرات التي راقبت بقلق شديد وخطر وتعاونت مع الحكومة التونسية. علاقة شفيق جرايا بعبد الحكيم بالحاج قد لا تكون خافية على أحد، فهو تحدث في عدة مناسبات عن عمق الصلة بينهما وعن امتداد علاقة في الساحة الليبية، بما يخوله أن يكون طرفا في إدارة التفاوض وفض النزاعات. صديقي وصديق عزيز علي وعبد الحكيم بالحاج استضفته في بيتي، وهذا يقوله للتوانسة الكل. لم تكشف تفاصيل الملف الموجود في حوزة القضاء العسكري والمتعلقة بالتهم الخطرة الموجهة إلى رجل الأعمال شفيق جرايا، غير أن اعتقاله وإحالته على المحاكمة العسكرية سيدفعان وفق مراقبين إلى توقع تورط شخصيات أخرى قد تكشف عنها التحقيقات. سقوط شفيق جرايا بتهم الفساد والمساس بالأمن العام تلته اعتقالات أخرى لعدد من المهربين، ما يؤكد وجود صلة وثيقة بين الإرهاب والتهريب بحسب مراقبين. سميحة البغاني، تونس، الميادين. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته إلا بنص دستوري. بري أشار إلى أن نقل النواب مرفوض شكلا وأساسا. أما نقل النواب، سيداتي سادتي حضرات النقباء، هذا الأمر مرفوض أصلا شكلا وأساسا. إذا فينا نعمل توزيع نواب بعد أكثر هذا الأفضل للبنان، وهو فرز مقلد لمشاريع التقسيم القائمة بالمنطقة. أكثر من ذلك أقول
هذا بده يفتح لي باب ومنبش إذا حلنا ومشينا فيه بطوائف أخرى. بري أعلن أنه بانتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش بشأن العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد. أنا بانتظار القرار النهائي، هذا الكلام اللي اتفقت فيه أنا والأستاذ جورج، بالقرار النهائي لكتلة التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين لم نتطرق لهما مع الأستاذ عدوان، بانتظار موقف التكتل لهما، هما العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد. حتى ذلك التاريخ إن شاء الله أنه بخمس الشهر بيكون القانون جاهز وبتلاقونا بالمجلس الليبي. أصدرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بيانا أكد فيه أن الأخبار التي يجري تداولها بشأن الأسير مروان البرغوثي لا صحة لها. وأضاف البيان أن البرغوثي رفض تعليق إضرابه حتى عودته إلى معتقل هداريم حيث كان قبل الإضراب، مشيرا إلى أن البرغوثي يسعى إلى الاجتماع مع اللجنة الممثلة للفصائل الفلسطينية من أجل ضمان عودة الأسرى إلى سجونهم من دون أي عقوبات. انتصار معركة الكرامة والحرية حمل معه تحولا جذريا في الحياة المعيشية والإنسانية للأسرى، وكسر شوكة السجان الذي رفض مرارا التفاوض معهم. هذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد في رام الله. إضراب وصف بالأصعب، لكن عذبات الأسرى نجحت في تحصيل 80% من مطالب الحركة الأسيرة. المطالب المطروحة هي مطالب شاملة تتعلق بكل تفاصيل الحياة الإنسانية والاجتماعية للمعتقلين الفلسطينيين. وربما يعني بتطلع على المطالب، كل مطلب بجوز يحتاج إلى إضراب لحاله، كل مطلب. الاتفاق بين مصلحة السجون وقيادة الأسرى شرع في تنفيذه. بنود عديدة قيل أنه لن يتم الإعلان عنها، لكنها ستطبق بمتابعة من لجنة مشتركة من مصلحة السجون والحركة الأسيرة. أما ما أعلن عن إنجازه فهو إطالة فترة الزيارة ورفع المنع الأمني عن الأهل من الدرجة الأولى والسماح بزيارة الأشقاء والأحفاد وتحسين ظروف اعتقال الأسيرات وتحسين الأحوال في مستشفى الرملة ونقله إلى قسم آخر بتجهيز أفضل. في بعض المسائل اللي يعني عمليا تحتاج إلى وقت، يعني إذا بنحكي مثلا عن تركيب مكيف هوائي، مكيف هذا بيحتاج لكهرباء وتمديدات وما إلى ذلك. في مسائل فيما يتعلق بزيادة وقت الخروج للساحة هذا بتنفذ فورا، مثلا إعادة الأسرى إلى أماكنهم، انتقل الأسرى وعاد كل إلى السرير الذي كان ينام عليه. في مسائل الزيارة ستستأنف فورا، زيارة ثانية مع كل ما يترتب عليها. فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تعيين كريم يونس في اللجنة المركزية لحركة فتح يحمل دلالات عديدة، من بينها رفض الفلسطينيين لوسم الأسرى بالإرهاب وتأكيد وحدة الفلسطينيين في أجزاء الوطن المحتل. كما أكدت أن مروان البرغوثي أجل تعليق إضرابه إلى حين لقائه قيادة الإضراب في سجن هذاريم، والتأكد من أن إسرائيل أوفت بالتزامها بعدم فرض عقوبات عليهم وإعادتهم إلى سجونهم السابقة. انتصار معركة الكرامة والحرية من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة، لكن المطلوب تعزيزه والبناء عليه. نسر سلمي، رام الله، الميادين. أعلنت منظمة اليونيسف ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من 52 ألف حالة، منها 13,735 حالة سجلت في اليومين الماضيين. في سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفشي وباء الكوليرا على نحو غير مسبوق في اليمن، ما يهدد حياة 1,100,000 من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية، بحسب بيان لمدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن اليمن يحتاج إلى 55,400,000 دولار أمريكي لعلاج المرضى ووقف انتشار المرض. الوضع في الصحي في اليمن وضع شديد الخطورة، وخاصة في بعد ظهور الوباء الجديد أو الموجة الثانية من وباء الكوليرا. الموجة الأولى ابتدت في شهر أكتوبر الماضي وانحسرت في شهر فبراير، وعلى مدى 4 شهور كانت حوالي 26,000 حالة تقريبا. هذا الوباء ابتدى
من 27 أبريل لحد النهاردة أكثر من 38 ألف حالة. فالوباء شديد جدا بشكل غير منتشر بشكل غير مسبوق. أعلن الجيش الفلبيني أن مدينة مراوية التي تشهد قتالا مع مسلحي داعش باتت تحت سيطرة الجيش باستثناء بعض الأحياء. يأتي ذلك في وقت دعا فيه الرئيس الفلبيني الانفصاليين إلى الانضمام إلى الحكومة في حملتها ضد داعش. يحاول سكان مدينة مراوي في جنوب الفلبين الخروج منها والبحث عن ملجأ آمن. نحو 200 ألف غالبيتهم من المسلمين، لم يبق منهم في المدينة سوى 2000 نساء وأطفال هربوا من القتال الدائر بتغطية من طائرات الجيش الذي يواصل معركته ضد جماعة موتي المرتبطة بتنظيم داعش. عدد القتلى اقترب من 100 وعمت الفوضى أنحاء المدينة بعد أعمال عنف اندلعت قبل أيام إثر اقتحام عشرات المسلحين التابعين لداعش مدينة مراوي رداً على محاولة قوات الأمن توقيف إسنيلون هابيلون أحد أخطر الإرهابيين الذي يعتبر زعيم تنظيم داعش في المدينة. نسيطر بالكامل على المدينة خلافاً لما يخرج في وسائل الإعلام ومواقع التواصل. ليس صحيحاً أن نصف المدينة يسيطر عليها المسلحون. القوات المسلحة والشرطة وجميع قواتنا تسيطر تماماً على المدينة باستثناء بعض الأحياء. إزاء هذا الواقع قدم الرئيس الفلبيني رودريغو توتيرتي عرضاً غير مألوف لجبهة تحرير مورو الإسلامية وجبهة تحرير مورو الوطنية وجيش الشعب الجديد الشيوعي، وذلك للانضمام إلى الحكومة في حملتها ضد مسلحي داعش. الرئيس الفلبيني عرض تقديم أموال أو حتى إيواء مقاتلي الجماعات التي تعارض الدولة منذ أمد بعيد إذا شاركوا في الحرب على جماعة موتي العدو المشترك وسط تزايد المخاوف من سعي داعش لاكتساب موطئ قدم في البلاد. في موازاة هذا العرض يؤكد الجيش حرصه على تفادي الأضرار الجانبية، إلا أن اختباء المسلحين في المنازل الخاصة والأبنية الحكومية وغيرها من المنشآت يجبر الحكومة على التدخل بحسب المتحدث باسم الجيش الذي يشدد على أن رفض المسلحين الاستسلام يجعل من المدينة أسيرة. أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه ونشره في كل أنحاء البلاد. كوريا الجنوبية أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا لم تحدد طبيعته مرجحة أن يكون الصاروخ باليستيا. وفيما احتجت اليابان على التجربة قال مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تراقب الوضع بعد التجربة الصاروخية الكورية الشمالية وأن الرئيس ترامب اطلع على الأمر. إطلاق كوريا الشمالية تجربة صاروخية أمر خطر للغاية وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، ولا يمكننا أطلاقا أن نسمح بهذه الاستفزازات ونحن نحتج عليها بشدة. وكما اتفقنا في قمة مجموعة السبع الأخيرة فأن المسألة الكورية الشمالية تمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، وسنتخذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من أجل كبح جماح بيونغ يانغ. سنبقى يقظين لكل شيء وسنفعل كل ما يتعين علينا القيام به لحماية سلامة شعبنا. احتجاج بالموسيقى شهدته ريو دي جانيرو. آلاف البرازيليين تجمعوا على شاطئ كوبا جابانا وشاركوا الفنانين في المطالبة برحيل الرئيس ميشيل تامر وإجراء انتخابات مباشرة. ضياء شمس. ازدادت الاحتجاجات الشعبية في البرازيل وارتفعت وتيرتها ضد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بعدما قدمت نقابة المحامين طلبا بتوجيه اتهامات إلى تامر بعرقلة سير العدالة. وبات البرازيليون يتفننون باختيار طريقة الاحتجاج كضمانة لاستمراره وتحقيق مطالبهم، وأولها استقالة تامر من سدة الرئاسة. آخر تلك الاحتجاجات في ريو دي جانيرو حيث تجمع آلاف البرازيليين على الشاطئ الأشهر في العالم كوبا جابانا للمشاركة في حفل لبعض أشهر فناني البلاد. انتخاب الكونغرس للرئيس أمر ينص عليه الدستور وهو قانوني لكنه ليس أخلاقيا، فأخلاقيا يجب أن ننتخب بأنفسنا رئيسنا. الحفل حمل عنوان انتخابات مباشرة الآن، وطالب الفنانون برحيل تامر
وبانتخابات مباشرة وليس عبر الكونغرس بأقرب وقت. كل من خرط في هذا الحراك مشاهير جدد يكون الوضع أفضل، هم يساعدون الجميع على فهم ما يحصل في البلاد. هذه لحظة تاريخية ولا يجب أن نبقى صامتين. متظاهرون حملوا لافتات التنديد بتامر وسياساته الاقتصادية وبقائه في السلطة، وآخرون حملوا دمية تجسد تامر وكتبوا عليها مطالبهم. انتخابات مباشرة وليس عبر الكونغرس حتى لا ينتخب ميشيل تامر آخر باسم مختلف. في نافذتنا الرمضانية لليوم نطل على العم أبو أحمد، عامل في ورشة نجارة لصناعة الأثاث بالعاصمة تونس، مهنة شاقة وخصوصا خلال شهر رمضان وفي صيف فصل الصيف كما يقول، لكن لا خيار له سوى العمل لتوفير لقمة العيش لعائلته. سميح البغانمي. تعب هذاك معروف، هذاك معناتها توا شهر رمضان صيام وكل توا طبيعة الحال نجارة تعب، هي خدمة متعبة ماهيش سهلة، فهمتني؟ كيما برشا مهن يعني تبدا تعبة. خدمتنا احنا مش ديما يعني ماشية، بعض الأحيان فهمت لا تمشي معانا، بعض الأحيان تقف شوية، فهمتني؟ حسب الظروف، حسب الإمكانيات متاع المواطن التونسي. ماذا بيه الناس فهمت لا ترحم بعضها، يعني كونوا تقف يعني يد واحدة مع بعضها، كيما إنسان يحافظ على عائلته في داره، فهمت؟ على أولاده، حافظ على الوطن نتاعو زاد كيف كيف، لكن مسؤولية عنده. يأتي زمان يتحدوا فيه ويوليوا أمة قوية. المؤمن ديما يتفائل، ديما يتفائل خير، الإنسان المسلم المؤمن ديما يتفائل خير. هذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. والوصول إلى نقطة التلاقي ونقطة الحدود العراقية السورية. قوات الحشد الشعبي العراقي تصل إلى الحدود مع سوريا والعباد في الموصل لمتابعة عمليات التحرير. الجيش السوري يتقدم في عمق بادية دمشق حمص حما ويوسع سيطرته في ريف حلب الشرقي. الشرطة المغربية تعتقل ناصر زفزافي زعيم احتجاجات الحسيمة المطلبية. أما نقل النواب، سيداتي سادتي حضرات النقباء، هذا الأمر مرفوض أصلا شكلا وأساسا. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن رفضه تقسيم المقنع من خلال نقل مقاعد نيابية على أساس طائفي. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودائما المزيد من الأخبار على رأس الساعة بنشرة مفصلة، هذه المرة مع الزميلة رانا أبي جمعة. إلى اللقاء.